الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الأمس حول بعض الأحوال والصور من صور الفتن التي تقع، وبعض الأمور التي جاءت في بعض النصوص من كونها ستزداد وتعم، وأن شرها أيضا لا يخص بل يعم الأمة جميعا. وبعض هذه الأمور التي بيناها، وبينا كيف استبدل الناس الذي هو أدنى بالذي هو خير، تركنا الأصول اللي عندنا، تركنا القواعد التي عندنا، تركنا ما أوصانا الله عز وجل به في القرآن، وتركنا وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، وتركنا أيضا ما نصح به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما زلنا يعني تاركين لهذه الأمور وهذه الأصول، وفيها والله الخير كله. والسبب خدعتنا بعض الشعارات، وما زالت تخدعنا، نخدع بالشعارات، بالألوان، بالعبارات اللي يكون لها يعني رنة وطنة كما يقولون، ونجري وراء هذه الشعارات، وتركنا أمورا عظيمة جدا في الكتاب والسنة والصحابة. السبب الانخداع الذي رأيناه في بعض هذه الشعارات، وهذه الشعارات كلها مما يؤسف له أنها من صناعة الجماعات الإسلامية السياسية اللي يسمون أنفسهم بالحركات، يقولوا حركة كذا، لأنه الإسلام كله عندهم عبارة عن حركة وتحرك. لا، الإسلام ثبات، ثبات، تبصر. اليوم لا، أي شعار فيه الحركة انخدع الجمهور، جمهور المسلمين، وتركنا ما عندنا من أصول وثوابت وجري وراء هذه الشعارات والعياذ بالله. هو ينغزني يعني، يقول ستوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ ساتب حفظه الله تعالى ورعاه، by praising Allah subhanahu wa ta'ala and exalting him and sending salutation to the Messenger of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Then the Shaykh went on to saying, we spoke about yesterday some matters and forms of the forms of fitna that are present and that take place. It increases as time goes on, the evil becomes more and it encompasses everyone. The Shaykh said yesterday, we explained it, and that the people have chosen to exchange the foundations of the Kitab and the Sunnah, that which the Messenger sallallahu alaihi wasallam advised us to hold on to, and the companions ridwanullahi alayhim ajma'in. We get fooled and tricked with these sha'arat, these symbols and these signs, these things that we see people who use valuable words, who fool us with these words and these ibarat. The Shaykh said, Rahim wa hafidhahullah, these noises,
these screaming. The Sheikh said, Rahma is used for the person who is dead and who is alive. So these ibarat and these sha'arat that fool us. And the ummah have left and remained to leave the book of Allah and the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. The Shaykh said the sabab for this is in khida'. We are deceived. We are fooled. And the Shaykh went on to saying these political groups, jama'at, siyasiyah, and these harakat who continuously carry on fooling the general mass with these sha'arat. Now, نسمع هذه الشعارات ثم نتبعها ونصفق لها كثيرا جدا، وهذا ما عليه عامة المسلمين اليوم. الأحداث الأخيرة التي حصلت، ونريد نقارن، يعني بس انظر كيف سبحان الله، يعني يقررون أمورا والله تخالف الأصول الشرعية، ولكن عندهم أن هذه الأمور يجب الخضوع لها. الأحداث الأخيرة التي حصلت كما ذكرنا يوم أمس، نترك البعيد، يمكن نسيناه الآن، ما كان في الصومال وفي أفغانستان وفي غيرها نتركها، نجي الأحداث الأخيرة من أيام تونس وجاء، وهذا طبعا كلكم ولله الحمد عاصره وعايشه. إلى اليوم بل سمعنا أنهم سيجعلون نصبا، النصب تعرفونه مثل التمثال، يعني لمن أشعل الثورة في تونس، يقولون اسمه أبو عزيز أو ألبو عزيز التونسي، وهذا هو الذي أشعل وبدأ الثورة في تونس. ولما قتل ومات قالوا الشهيد أبو عزيز، وإلى الآن الشهيد الشهيد الشهيد. أي شهادة هذه يا أخوان؟ كيف يعني الشهيد؟ كيف الإنسان يستطيع أن يقول عن غيره أنه شهيد؟ والله جميع الأصول في الكتاب والسنة والصحابة ضد هذا. أنت ما تقدر تقول عن نفسك مؤمن، ما تقدر. ها تستطيعون؟ فيكم anybody say أنا مؤمن؟ فيه؟ ما فيه يا شيخ، ما في. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. مسلم نعم، مؤمن ممنوع، ما نستطيع نقول مؤمن. هؤلاء تخطوا كلمة مؤمن، قالوا إيش؟ شهيد. يا شيخ، النبي محمد صلى الله عليه وسلم عابهم عندما مات أحدهم في المعركة مع الكفار، فقال بعض الصحابة شهيد، قال كيف عرفتم؟ ثم أخبرهم قال إنه في النار. فتأدب الصحابة بهذا الأدب العظيم. احنا ليه ما نتأدب يا أخوان؟ قالوا الشهيد ألبو عزيز التونسي، والآن سيجعلون له نصبا تذكار. ليه؟ هو الذي أنشأ الثورة يا شيخ. عندنا كثير So the Sheikh said the fooling and the deceivement had carried on until recently. What had taken place? The Sheikh said, if we went back, the incident that took place, Somalia for instance, Afghanistan, a lot of you were probably not alive, but now you all saw what took place.
in the thawra that were happening in the Arab world. The Sheikh said, Hafidhahullah, that recently in Tunis, they said that they want to make a statue for the man who started the thawra, who Aziz al-Tunisi. And not only did they do that, but rather they referred to him as the Shaheed, the martyr. And the Sheikh said, how could you refer to a person as a martyr? You're not even allowed to call a person a mu'min, a believer. Allah subhanahu wa ta'ala, he said in the Quran, قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. The Bedouins, they said, we have iman. Allah subhanahu wa ta'ala said to them, no, say we are believers. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, عَابَ, he stopped his companions, scolded them for saying that a person who died in the battlefield was a shaheed. And later they found out when the Prophet told them that he was in the hellfire. So then the Shaykh went on to saying, how is it that they could refer to him as a martyr? Nah. بالأمس يا شيخ اشتخيت أنني أكثر بالله عليك الآن قليل قليل الشخص الثالث إن شاء الله. أقول هذا والله من تلاعب الشيطان بأهل الإسلام والإيمان يا أخوان. ما نهاب من كلمة شهيد ولا نطلقها على غيرنا. والله السلف كانوا يهابون من إطلاق كلمة مؤمن فضلا عن كلمة شهيد. وإحنا اليوم كل من يموت في هذه الفوضى والاضطرابات والمظاهرات والمنكرات يقال شهيد. انتقلنا إلى مصر، راحوا لعبوا كورة وأثناء مباراة الكورة في بورسعيد، تذكرونها كلكم، أثناء مباراة الكورة تنادوا أنه لا الثورة ونبغى الحرية، ثم تعاركوا ثم مات عدد يقال قريب 100 ماتوا في ملعب الكورة. إيش قالوا عنهم؟ قالوا شهداء بورسعيد. يا شيخ رايحين للكورة ولاعبين كورة، رايحين للفوضى والخروج على المخالفات الشرعية كلها، ومع ذلك شهداء بورسعيد. وعندنا جاءوا في الكويت سووا حملة كبيرة جدا اسمها حملة جمع التبرعات لشهداء بورسعيد وأهليهم، يعني حق أهالي الشهداء. أي شهداء يا شيخ؟ أي شهادة هذه؟ أمة القرآن، أمة محمد، هكذا يتلاعب فيها الشيطان؟ يعبثون بنا أهل الكورة والملاعب والشوارع والمظاهرات ليه؟ وين الأصول؟ وين الثوابت؟ والله القرآن مليان يا أخوان أصول وثوابت والسنة، لكن صاروا يتلاعبون، الشيطان صار يتلاعب بنا لعب. الله عز وجل نهانا أن لا تعبدوا الشيطان، لا تتبعوا الشيطان، لا، كل هذه جاءت في القرآن. احنا قلنا لا، الشيطان الله، انت بس امشي يا شيطان واحنا احنا وراك. أعطينا الشيطان ما أراده منا وزيادة، لذلك الشيطان الآن مستريح يا شيخ، لأن عندنا ناس قالوا للشيطان خلاص أنت تعبت من أيام آدم وأنت شغال، الآن أنت استريح نحن نقوم بدورك. وفعلا الآن كثير من الإنس والله يقومون بدور الشياطين يا شيخ. استريح يا شيطان تعبت. وفي ناس الآن اسمه عبدة الشيطان، جاءوا عندكم؟ ما عندكم عبدة الشيطان؟ هلا يا شيخ، لأنها وصلت عندنا، مدام وصلت عندنا معناها إيش؟ لا شك 100% عندكم عباد للشيطان. لهم والله اجتماعات ولهم طقوس ويفتخرون
نحن نعبد الشيطان. وجاء ناس قالوا يا شيخ الشيطان تاب أسلم. قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا عندنا قرآن يقول الشيطان ملعون. لا، الشيطان تاب. وهذا الكلام يا إخوان قديم، لكن اليوم عام. تعرفون في القرن الثامن الهجري، أواخر السابع أوائل الثامن الهجري، هناك من تكلم بأن الشيطان على الاستقامة. تعرفون هذا؟ موجود في الكتب، موجود في الكتب. واحد يقال له ابن عربي، هذا تكلم عن الاقتداء بالشيطان، قال أنا أكبر أستاذ لي أساتذة الكبار شيوخي الكبار توب. أثنين شيوخه الكبار كم؟ أثنين. قال واحد مات وواحد ما زال حيا. اللي مات من؟ قال فرعون. عليك وعلى فرعون. والثاني من؟ قال إبليس. أكبر أساتذته وأكبر شيوخه من؟ وهذا الرجل إلى الآن يشار إليه إمام محي الدين، لقبوه بماذا؟ يا شيخ هذا مميت للدين، هذا قتل الدين قتلا. محي الدين خلاص. Then the Sheikh went on to say that this, without a doubt, is tala'ub al-shaytan, shaytan playing with the people's minds by making them say the people that died in that place are martyrs. And the Salaf Ridwanullahi alayhim ajma'in, they used to be precautious by even referring to themselves as mu'mins or referring to anybody as a mu'min, badal than calling anyone a martyr. And today, you see a people who have committed munkarat, things that go against the sharia, uprising, demonstrations, and then they are referred to as shaheed. As it took place in Egypt, in Bur Sa'id, football game took place, 100 people died. And what were those people called? The martyrs of Bur Sa'id. In them was mukhalafat shar'iyya, opposition to matters of the religion. And then he said, we see that there was money being collected for them in Kuwait. Tabarru'at was done for them, referred to as what? The shuhada, the martyrs of Bur Sa'id. What's in Kuwait? I think every place. Have you ever met them? They call it the campaign of tabarru'at for shuhada Bur Sa'id. The Sheikh then said, they were not only collecting money for only in Kuwait, but rather it was collected for them. Were they not collected here? He said. Sheikh said, where is the usul? Where is the thawabit? Where is the foundation? Where is the matters that are rooted for us in the sharia? The Sheikh said, this is the tala'ub of shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala said to us, لا تعبدوا الشيطان. Do not worship shaytan. Rather, we gave shaytan everything. And we increased it for him. And rather, it said to him, Shaytan, ta'ibta, you are tired. You are tired, relax. And there are people who are now standing and doing, yaqumu maqam al-shaytan. He stands in the position of Shaytan, doing what Shaytan would do. The Sheikh said, these are abadatu shayatin. They are the worshippers of Shaytan. Rather, you see people who are saying shaytan repented and he took Islam. And the Quran is saying that shaytan is mal'un. The Sheikh said, Thamin al-Hijri, the 8th of Hijriya, shaytan, by being referred to as being steadfast, was something that a man who went by the name Muhyiddin ibn Arabi said that shaytan is on istiqama, he's steadfast upon the haq. And he said, I have two teachers. One that is alive and one that is dead.
He said the one that is alive is Fir'aun. The one that is dead, sorry, is Fir'aun. The one that is alive is Shaytan. This man, Yushar Ilayhi, he is referred to as what? Muhyiddin, the one that gave life to the deen, Ibn al-Arabi. Now, deen al-Shaytan. Deen al-Shaytan. He gave life to deen al-Shaytan. تعرفون لماذا بس حتى نوضح هذه نخرج شوي ما في بس شوي نخرج go out كيف فرعون يكون أستاذا في التوحيد أستاذه في التوحيد وكيف إبليس يكون أستاذ في التوحيد تعرفون كيف قال كيف فسرها قال أما إبليس فعندما طلب منه السجود لغير الله قال نو لا أسجد إلا لك تضحكون هذا مكتوب يا أخوان مكتوب في الفتوحات المكية كتاب كبير جدا محيي الدين بن عربي قال لا أسجد إلا لك فلم يسجد لآدم فهو توحيد السجود لله فقط نو نط أذر وأما فرعون قلنا فرعون كيف قال فرعون عرف معنى عظيم جدا من التوحيد لأن محي الدين بن عربي يزعمون هم والصوفية إنه منتهى التوحيد الاتحاد مع الله تبارك وتعالى يسمونها وحدة الوجود لما قيل له وجاء موسى قال اعبد الله من الله قال الرب الذي خلق قال أنا ربكم أنا والرب واحد we are one الاتحاد وهم عندهم الاتحاد ها زبدة ومنتهى التوحيد لله تبارك وتعالى الشاهد فالشيطان الآن ها خليه يحتاج شرح بالله عليك نعم. يلا الشيخ سألها how is فرعون going to be a teacher in توحيد الفرعون as for إبليس لما طلب من السجود when إبليس was asked to do sujood for other than the sake of Allah لا. For when he was told to do sujood for Adam alayhi salam, when Iblis was requested to do sujood for Adam alayhi salam, he said no. He said no. Sujood is only for you. He said sujood is only for Allah. I will not prostrate. And this he said, you are laughing, but it's in his book Futuhat al-Makkiyah. As for Fir'aun, how is Fir'aun? His teacher in Tawheed. Ibn Arabi, in the belief that they have, he said, the highest part of Tawheed is, al-Aqidah is, that everything Allah subhanahu wa ta'ala is in it. It's ittihad. That everything Allah is in it. When Musa alayhi salam said to Fir'aun, where is Ilah? Who is Ilah? Fir'aun said, I am. So he understood that Allah was inside him. So this is how he is. He's the teacher of Tawheed. So the Zubda of Tawheed for them is Al-Ittihad. كل الأمور مآلها إلى الله عز وجل عندنا. المراد الذي أريده أنه شوي كذا هزة حتى نفكر يا أخوان. مو أي شعار نمشي وراه. لا. صحيح دائما ذكر الله عز وجل عن إبليس أنه سلاحه الوحيد ما هو ها التزيين والتلبيس يزين ماذا يزين الباطل يزين المنكر يزين القبيح لأن الشيء الجميل يحتاج إلى تزيين لا الجميل لا يحتاج إلى تزيين القبيح يحتاج إلى تزيين
والأمة هذه كلها تصفق وراء هذا الحزين يا أخوان. فلا بد ننتبه ننتبه، عندنا أصول، عندنا قواعد، عندنا آيات، عندنا أحاديث، عندنا الصحابة، والله عندنا، لكن تركناها ورحنا جري وراء هذه الشعارات، حتى أنه خلاص لو ينام الآن ما يخاف، لأنه رضي بما قام به الخلق والعباد والعياذ بالله وريحوه. فترى الأمة اليوم تعيش فوضى يا شيخ. الأصول تركناها، مرتبة الفضيلة تركناها، مرتبة العقل أيضا تركناها يا شيخ. يموتون في الملاعب نسميهم شهداء، اللي ماتوا في المعارك ما سميناهم شهداء، ممنوع نسميهم شهداء. كيف نسمي من يموت في لعب الكورة نسميه شهيد يا رب؟ مصيبة، والله مصيبة. وعندما تتكلم يقول أنتم ضد الحرية، أنتم علماء السلطان، أنت لا إله إلا الله يا شيخ. الحق باطل والباطل والباطل حق يا شيخ، هكذا يقولون. أنتم ما تريدون الناس تثور على الحكام يا شيخ، النصوص ما تريد، مو أنا، أنا خلف النصوص، النصوص كلها ما تريد. وهذا الأصل فينا، نمشي وراء إيش؟ كتاب قلنا أمس سنة صحابة يا شيخ، هذا هو الأصل. والله الفضيلة كلها في هذه، الاستقامة في هذه، الإصابة في الدين في هذا، النجاة من عذاب الله وعقاب الله في هذا، في هذا. ها هم ثلاث، ها نو هذا كم؟ واحد. هذا كم؟ هذا how much؟ نو نوت ثري وان. نعم، لأن الكتاب والسنة والصحابة كله على أمر واحد، وعندنا أدلة على هذا يا أخوان، أدلة. The Sheikh wanted to say that the shaarat of Iblis, or his weapon, is to beautify the batil. Without a doubt, the haq doesn't need to be beautified, but the falsehood, it needs to be beautified. The Sheikh said, Ikhwani, عندنا أصول, we have foundations, we have ayat, we have sunnah, we have the sahaba, and then there are shaarat that are being followed. You see the ummah today, the way they are living upon fawba, corruption. We have left the martaba, the stage of the deen. We have left even the stage of intellects. The people who fight, who are in battles, we can't even refer to them as shuhada. How is it that we can refer to a people who die in a football game, martyrs? مارتس يعني شهيد؟ مارتس. Whenever that is said to those people, they say to us, or they say, you guys are the ulama of the sultan, the scholars. شنو معنى مارتس in English؟ لا لا يعني منين أصلها؟ مارتدنا. هم متى يستعملونها؟ مارتدنا. والله يا شيخ، من قتل في سبيل شعار، من قتل في سبيل شعار معين، في شعار ما، من قتل في سبيله فهو ما يصلح لنا هنا يا شيخ. هذا اللي خايف منه، هذه مثل سليف أمس. ما استخدمه يعني. لا لا يشهد الإخوة. الله يجزاك الخير. أنا لا أستعمل كلمة الله يجزيك. ما يصلح يا شيخ، لأن في شهيد على الباطل، في ناس يموتون تحت شعارات ايش؟ جاهليه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. The Sheikh said the word martyr should not be used, because there are people who die for falsehood.
فقط اللي يموت في سبيل الله عز وجل، من قاتل حمية هذا في سبيل الشيطان، من قاتل المال، من قاتل تحت شعار الحرية. لا تقولوا مارتس، ايش يعني مارتس؟ مارتس المعنى عندهم صحيح، لأنه مات تحت شعار الحرية، مات تحت شعار المطالبة بالحقوق. لا، هؤلاء كلهم ليسوا شهداء عندنا. كلمة شهيد كلمة عظيمة جدا، فقط وهذا ما يعلمه إلا من؟ إلا الله. ما حد يعرف حال القلب، هذا لماذا قاتل ولماذا مات. لا يا أخوان، شهيد. Don't say martyrs، ماكو martyrs، شهيد. نعم، منزلة عظيمة جدا. نعم، أصلا نخاف من ترجمتكم أنتم. So the Sheikh said, when this is said to them, they say that you are the scholars of the rulers, and the haq is batil, and the batil is haq. The matter is that you do not want the nusus. They don't want the nusus. Yesterday we talked that there are three things that we stay on and we are steadfast upon. Nemshi alayha, which is what? The Kitab, and the Sunnah, and the Sahabas. The Sheikh said, Al-Fadila, virtue, ikhwani, it lies. Al-Istiqama, steadfast. Al-Najat, success. It's in this matter. And all of these three are one. And we have a lot of evidences for it, he said. أقول عبث بنا الشيطان فأطعناه، بل والله عبدناه. هذا حال أكثر الأمة اليوم، تعبد الشيطان، لأن العبادة معناها الطاعة والانقياد والانسياق، وهذا مليان كثير في الأمة يا أخوان، وأمثلتها كثيرة جدا. لعل في الأحداث الأخيرة، وهذه رأيتموها كلكم، خطباء ويشار إليهم علماء راحوا إلى مصر، ميدان التحرير والشام. سمعتم ولا ما سمعتم؟ إيش قالوا؟ والله يا أخوان، واحد خطيب كذا لسان هذا كذا يلعب، والله يا شيخ، قال رأينا آيات الرحمن في ميدان التحرير. آيات الشيطان، لكن يقول شفناها رأي العين، رأينا آيات الرحمن في ميدان التحرير. الثاني رد عليه قال واحنا أيضا رأينا آيات الرحمن في الشام وسوريا، يعني بس أنتم في مصر؟ لا، أيضا عندنا. ماذا رأوا؟ سمعتم ولا ما سمعتم؟ إيش رأوا؟ أخبروني ماذا رأوا؟ ها؟ أحسنتم. قال والله شفنا الملائكة. الله، شافوا الملائكة، ويقسم يمين أنه رأى الملائكة. يقول وجوه بيضاء، ثياب بيضاء، خيول على خيول بيضاء، ومعهم سيوف بيضاء. ما نعرف الدم اللي خرج منهم أيضا أبيض ولا أبيض. يا أخوان، والأمة تكبر يا شيخ. هذا الخطيب يقول هذا الكلام والأمة إيش؟ الله أكبر، الله تكبير. ليه؟ قال شفناها احنا يومها على طول، نفس اليوم. قلنا هذا كذب، هذا من تلبيس. يا ابو شيخ، ما قلنا شيء يا شيخ. لا، ما عبيت ورقه انت يا شيخ. عبيت والله يا شيخ. يقول عبيت، شوف الورقة هنا فاضية وهنا فاضية، عبيها كلها بعدين.
قالوا شفنا آيات الرحمن، خيول بيضة وسيوف بيضة ووجوه بيضة ثياب بيضة. تعرفون احنا ايش قلنا؟ كلام مشايخنا وكلام علمائنا قلنا كذب. قالوا لنا ليش؟ اتق الله، كيف تقول كذب؟ والله يا اخوان كنت في المسجد، قلت لهم هذا كذب، لانه ما يمكن لانسان ان يرى الملائكة، مستحيل. عندنا اصول، عندنا ثوابت، عندنا قواعد. والله الذي لا اله الا هو لا يمكن لاحد ان يرى الملائكة. ها ايش تقولون؟ ولا ان يرى الله تبارك وتعالى، مستحيل. ها بتقولوا لي حديث جبريل؟ عندنا حالتان. اكتب خلف الورقه. عندنا حديث جبريل، جبريل دخل ولا ما دخل على النبي؟ كلهم ايش راوا؟ لكن لم يكن في صورة ملك، جاء في صورة رجل. هذه النصوص. الملائكة من عالم الغيب ولا لا؟ عالم الغيب. الغيب لا يرى، والله لا يرى. آية في القرآن، عالم الغيب والشهادة من؟ الله. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فأنا قلت لهم هؤلاء اللي شافوا رسل، رسول الرسول يشوف، واللي دون الرسول والله ما يشوف ولا يرى إلا إذا الملائكة أو المخلوقات الغيبية تشكلت في صور إنس أو غيره، والعلم عند الله. إذا تشكلوا نراها، لكن إذا رأيناها وهي في التشكيل ما نعرف أنها ملائكة، لأنه يجيك بصورة إيش؟ رجل. فأنت تقول رجل. عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال دخل علينا رجل، يا عمر جبريل. عمر إيش رأى؟ رجل، لأنه متشكل. عمر لا يمكن يشوف جبريل على صورته الغيبية. أبو بكر ما يشوف، اللي في ميدان التحرير يشوفون، اللي في ميدان الشام يشوفون. مصيبة يا أخوان، كيف نصدق؟ احنا عندنا دين، عندنا ثوابت، عندنا أصول، قرآن، سنة، صحابة، ونقول لا شافوها. اتق الله. انت يقول ما تصدق الناس الطيبة، انت ما، انا ما اصدق، انا عندي نصوص. والحمد لله كلمنا مشايخنا، واذ كل المشايخ ولله الحمد مشايخ السنة يمنعون، مستحيل. يلا خلاص. The Sheikh said that Shaytan has played with these people's minds, and there are a lot of examples. And he said that ibadah is obedience and following, and there are a lot of examples for this. He said khutaba, people who do khutbas, ulama, went to Maydan al-Tahrir in Egypt, in Sham, Syria. أظنهم كلهم فهموا، ما فهمتم؟ نعم نعم. Understand؟ خلاص أكمل؟ in Arabic؟ كمل. لا يا أبو. They said we saw the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, آيات الرحمن. Signs of Allah subhanahu wa ta'ala. Please, please تعلموا العربية. Please. تعلموا العربية. عمر بن الخطاب. ها وش قال؟ ها؟ Learn Arabic. They said we saw in Tahrir, Maidan al-Tahrir, we saw the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. Another one stood
in Sham, and he said, I saw the signs of Allah in the demonstration. What was the sign of Allah that they were referring to? The angels. He said he swore and said, we saw them, we saw their faces, they were white. We saw their garments, it was white. We saw their horses, it was white. We saw their swords, it was white. He said, we don't know, was their blood white or red? And the Ummah all listening to him when he was speaking, and they're all saying, Allahu Akbar, Allahu Akbar after him. The Sheikh said, this is a lie. And our scholars, this is what they taught us, and they said, it's a lie. Because it is impossible. لا يمكن أن يرى الملائكة. It is impossible for the angels to be seen. إلا الرسول. ترجمة. It is impossible for the angels to be seen. No one sees the angels except Allah subhanahu wa ta'ala. Except for us, there is two times. He said, you're asking the hadith of Jibreel. One is the form if he comes in a man, a human being. Because the angels are from the alim al-ghayb, from the world, the unseen world. Allah subhanahu wa ta'ala, he said, alim al-ghayb, fala yudhiru ala ghaybihi ahada, illa man irtada min rasulin. It's from the unseen, the angel, the malaika. فَلَا يُظْهِرُ Allah does not make it apparent. It's not seen. Except whoever he is pleased with. So the messenger sees it. الرسول, the messenger sallallahu alayhi wa sallam, يشوف, he sees. The Shaykh said, إِذَا تَشَكَّلْ If the angel makes him, gives himself a form, a shape, he's seen. لذلك عمر رضي الله تعالى عن in the hadith, he said, بينما جلوس عند رسول الله يطلع علينا رجل من بديد بديد شديد بياض شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر صبر ولا يعرفه منا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش الحديث بداية فأتى بينما نحن جلوس عند رسول الله أتى إلينا رجل دخل علينا دخل علينا رجل a man entered on us so he referred to him as a man أبو بكر رضي الله تعالى عنه he never saw Jibreel in his form. And the Shaykh said, we have the book of Allah, we have the Sunnah of the Messenger of Allah, and we have the Sahabas. We won't believe this speech. We won't take it and we won't accept it. Because the speech of Allah subhanahu wa ta'ala and the Sunnah and the Sahabas is what we have. هو يقطعنا يا شيخ. الحديث والله يا أخوان مرض. يعني عندما نتكلم عن مرض عم في الأمة بهذه السرعة غريب جدا. والله غريب. غريب والله أجدادنا وآبائنا ما كانوا يصدقون أن الملائكة ترى ليش اليوم الناس درسوا ترى الوالد ما كان لا يقرأ ولا يكتب لكن عندهم سمعوا من الشيوخ شيئا حفظوه احنا اليوم شهادات ودراسات ويقرؤون وكيف نصدق أن الملائكة نزلت في ميدان التحرير لا وشافوها الناس رأي العين مصيبة يا أخوان والله مرض بلاء الحديث ذو شجون وآلام لأنه شيء عام في الأمة على الرغم من التعليم والدراسات وغيرها وهذه سبحان الله تتكرر يعني بعد 10 سنوات لو جاء ناس في مكان آخر قالوا شفنا الملائكة أيضا تكبير الله طيب قلنا لكم عن ميدان التحرير كذب خلاص اتبعوا وجبنا الأدلة وسقنا الأدلة لا راح ينسون ويتبعون الشعار الجديد يا شيخ ليه كيف تعلم تعلم الغيب لا ما أعلم الغيب لكن هذا واقعنا أيام أفغانستان يمكن الكبير في السن منكم يذكرها ها كان فيه يعني اجتمعوا الأفغان ومعهم العرب والمسلمون من كل مكان لقتال السوفيت أيضا نفس الكلام قالوا الملائكة نزلت يا
شيخ. أفغانستان إلى الآن تحت. وين الملائكة يا شيخ؟ وين؟ ألفوا كتاب وكتب ورسائل آيات الرحمن في جهاد الأفغان. آيات الرحمن في جهاد الأفغان والله. ويقسم يمين هذا الشيخ الكبير اسمه عبد الله عزام، ما نسأل الله أن يتولى أنا وياه بالرحمة، يقسم يمين أنه رأى آيات الرحمن وين؟ في أفغانستان. طيب يا شيخ هذه أفغانستان مسكينة إلى الآن يا شيخ، كيف تراها؟ قال رأيناها والناس تكبر، الله أكبر. يمكن 10 سنوات 15 سنة رجعوهم في مصر وصدقت الناس، مع أنه العلماء يومها كلهم قالوا اتق الله لا تكذب لا تفتري، الملائكة ما ترى إلا للرسل، أنتم ما فيكم رسول. أبو بكر ما شاف، عمر ما شاف، عثمان ما شاف، علي ما شاف، أنتم أفضل؟ ها نحن أفضل؟ لا والله لا والله. لكن أمة تصدق يا شيخ، ومثل ما قلت والله يعني الألم عظيم جدا، كيف الأمة وصلت إلى هذه المواصيل وعندنا قرآن وعندنا سنة وعندنا صحابة؟ لا إله إلا الله. لذلك الأمر يعني لابد ندرك مثل ما يقولون أنه عندنا إيش؟ مرض. عندنا مرض؟ ها نحن مرضى؟ ها إلا لابد أولا نستشعر أننا في مرض، مرض عظيم. لماذا؟ لأن العاقل إذا شعر أنه مريض يبحث عن أحسنت عن الدواء، احنا هذا الذي نريد، الدواء موجود. لكن المصيبة هم ايش يقولون؟ يقول احنا ما احنا مرضى، نحن على الحق. فاللي المريض اللي يقول انا ماني مريض ياخذ الدواء؟ ما ياخذ الدواء. هذا كثير يا اخوان. مفتي الديار المصرية، المفتي هذا قريب جدا، راح زار بعض القرى، واحد في القرية الظاهر أنه عنده عقل شوي، قال يا شيخ نبغى نسألك عن واحد شيخ عندنا جيد، وإحنا نسمع له دائما، لكن من يومين قبل يومين زعما هكذا قال، مسكين مصري عامي، يقول ما دام الشيخ الكبير المفتي كله عندنا خلنا نستفيد. قال قبل يومين قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي. كيف يا شيخ؟ والمساكين كلهم بيسمعون الآن الشيخ الكبير ماذا يقول؟ ما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ العامي يسأل الشيخ عن شيخ في القرية، هذا الشيخ اللي في القرية يقول لأهل القرية أنا النبي زارني وسلمت عليه، يعني حطيت يدي في يد، يعني تعالوا قبلوا يدي لأن أنا يدي مست يد النبي. فسأل الشيخ المفتي، المفتي ماذا قال؟ أرشدهم؟ ضيعهم يا شيخ؟ قال آه وماله، يعني فيه إيه؟ في ايه لما يشوف النبي؟ انا كل يوم اشوف النبي وسلم عليه. ضيع الامه يا شيخ والله يا اخوان. هذا جوابه، قالوا ماله؟ ايش يا ماله؟ انا كل يوم اسلم على النبي. كذاب. يلا خلاص الشيخ said, حفظه الله, this is the illness. The angels are being seen.
our fathers, they know these matters. You took it from their scholars, and now you find people with degrees and education and background. These matters are not clear to them like this. Ikhwani, the matter is very saddening. Dhu sujood, it has pain in our hearts. And it repeats itself as time goes on. The days of Afghanistan, when they were fighting with the Soviet Union, Russia, and the Arabs and the Muslims all came together to fight. The same matter regarding the angels being seen was also claimed in the Soviet Union, that the angels were seen. And there's a book written by Abdullah Azzam, which he referred to it as Ayat al-Rahman, the verses of the signs of al-Rahman, fi jihad Afghan. In the The book is present, he said. Allah, we didn't read it or read it, because it's all a lie, my friends. But the signs are attracted, huh? Ayat al-Rahman. Yalla, come by and read. ويمكن أنت تقرأ كل سطر إيش تقول الله أكبر إخوان هذا الله أكبر مو بذاك صيبة. So then 20 years later later after what was written in that book by Abdullah Azzam, 20 years later in Maidan al-Tahrir, the same was claimed that the angels were seen. Umar, Abu Bakr, Umar, Ali and Uthman haven't seen the angels. Ikhwani, look how where the people have reached today. And amongst us is the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam and the Sahabas. Ikhwani, is upon us that we recognize the illness that is in us and that we feel it. Because if the person feels, or the wise person, if he realizes that there's an illness present, he would look for what? He would look for the cure. And the cure is present amongst us, mawjood. The Kitab of Allah and the Sunnah. The one that doesn't see himself, الذي لا يراه أنه مريض, the one that does not see himself as though he is ill, he will not look for the cure. The Sheikh said, the Mufti of Egypt, he visited a village. And the people of the village, a person came to the Mufti and asked him and said to him, 2 days ago, قبل يومين زعم شيخا, a man, a sheikh has claimed that he has seen the messenger sallallahu alayhi wasallam, and the messenger touched his hand and he shook his hand. So he was telling the people to kiss his hand because the prophet touched him in the dream. So they were asking the mufti to clarify this matter for them. He said the mufti destroyed them. He said, I also see the messenger sallallahu alayhi wa sallam every night, he comes to me. What's in it now? What's big deal? He said, what's the problem for him to see the messenger sallallahu alayhi wa sallam? I see him every day. He saw once, I see every day. Allahi kadhabun, dajjalun ya akhwan. Finish. إذن يا أخوان, يعني حتى نبدأ في الطريق إيش نعمل؟ First, number one, شعور إنه في مرض. الأمة مريضة. مرض عظيم, سرطان, أكثر من سرطان. في مرض أكثر من السرطان؟ هذا أكثر, والله أكثر. ليه؟ الخيال حقيقة, الحق باطل, والباطل حق. المنكر صار معروف, والمعروف صار النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا, والله أنه راح تشوفون المنكر معروف والمعروف. الله أكبر, هذا نحن نعيشه الآن. إذا نهيتهم قلت لهم اتقوا الله, قالوا أنتم وهابية.
أنتم ما تحبون الكرامات، أنتم ما عندكم كرامات، ولا تحبون الكرامات، ولا تحبون النبي، ولا تحبون الأولياء. احنا شفنا والله الذي لا إله إلا هو كذاب، لكن من يصدقنا ومن يصدقهم؟ اللي يصدقنا 100 200، واللي يصدقهم مليون يا شيخ. ما قالوا مليون؟ قالوا اجتماع مليوني في ميدان التحرير. وراح لهذا الاجتماع يوسف القرضاوي، وراح من عندنا من الكويت عبد الرحمن عبد الخالق. خطباء يا شيخ استمروا، آيات الرحمن جاءت، آيات الرحمن يا أخوان إذا جاءت الأمر انتهى، والله انتهى. يعني حتى العقلاء يعرفون أنه إذا جاءت الملائكة المفروض الأمر إيش؟ فنش، خلاص انتهى. سبحانك ربنا، لا، آيات الرحمن والأمر إيش؟ ما زال. فالنقطة الأولى أن نشعر بالصدق أننا مرضى، والمريض العاقل يبحث عن الدواء. ليه؟ لأن الدواء موجود، والله موجود. وين الدواء؟ كله فيه دواء، لكن المهم أنك تبدأ تأخذ الدواء، والدواء لا يؤخذ إلا بعد الاستشعار بالمرض. احنا عندنا مرض عظيم، لعل هذا يفتح لنا باب لتلقي العلاج، يزيل الران الذي غشى القلوب والعيون، فأعمى الأبصار وأعمى البصائر أيضا، لا بصر ولا بصيرة، لا بصر ولا بصيرة. الأمور تتكرر وإحنا ما نستفيد. سبب المرض وين؟ أنا أقول في الجماعات الإسلامية السياسية، جماعات إيش؟ الحركة والتحرك، مثل ما يقول شيخنا، يقول حتى الكرسي حقهم يتحرك. الكرسي اللي هم جالسين عليه ما هو ثابت، الكرسي يتحرك. هذه المصيبة، حركات إسلامية. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا أخوان. صحيح الحركات، لكن اتقوا فتنة لا تصيب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم. هذه بدأنا فيها، تذكرون يوم أمس هذه الآية، هذا عنوان درسنا، هم وراء الفتنة. طيب احنا اشعل، احنا الحمد لله، لا ما في أنت بعيد سلامات، لا الفتنة شرها يا عم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نسأل الله العافية. The Sheikh said, the path that we need to take is to feel the illness first. The ummah are ill. They have an illness in them. And he said this illness is saratan, cancer. Cancer. It's more than cancer. We're at a time when the haqq has become batil, and the batil has become, the good has become evil, and the evil has become good. We live in this time. We don't believe in the things that we see by being said to us, the signs of Ar-Rahman. And when we go against these things, it's said to us that you are Wahhabiyya. You do not believe in the karamat. You do not love the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and this is all a lie. Who is going to believe us, and who is going to believe them? 2 million people in the Maidan al-Tahrir. A lot of people have went. Yusuf al-Qardawi went from us, Abdul Rahman Abdul Khaliq. Why? Because the signs of Ar-Rahman, you see, it is on the Ummah that they realize and they understand the illness that's present, that is there. Because that wise, the intellectual person who's smart, he will look for the cure after he is recognized there's the illness present in him. And once the illness is recognized, the person takes the cure. Ish'ar is to feel the illness. Our hearts are tainted.
eyes are blinded. Sight cannot be seen. And the reason for all this, Sheikh said, is these groups, Jama'at al-Siyasiya, these political groups. Then the Sheikh recited the ayah, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً. And fear the fitna, that when it comes, it will not only be exclusive to those who have done the sin, but it will encompass everybody. شَرُّهَا يَعُمْ. It's evil and it's badness. It will encompass everyone. إذا فعلا آمنا وصدقنا أننا مرضى ولعل يعني هذا الشعور وهذا التصديق يفتح لنا باب البحث عن الدواء والعلاج والشفاء. ومثل ما قلت وأظن قلناها يوم أمس، إياك أن تسيء الظن بالله تبارك وتعالى، إياك أن تسيء الظن برسول الله عليه الصلاة والسلام، إياك أن تسيء الظن بالصحابة الكرام، لأن هذا كله معناها سوء ظن بالله وبالقرآن. ما يمكن ربنا عز وجل يذكر مرضا إلا ويذكر معه الشفاء والدواء. ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أمر وشر إلا ويذكر لك الطريق للعلاج والشفاء، والصحابة خير تطبيق على ذلك. القرآن مليان أوصاف ودواء. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والذين اتبعوهم، كلها يا شيخ. ومن يشاقق الرسول، سبحان الله، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني يخالف الرسول ويخالف الصحابة، ها، قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الخير كله فيه ها الاستماع والاتباع للقرآن والسنة والصحابة. كل القرآن على هذا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إنه ما من نبي قبلي، يعني مو بس أنا، لا حتى الأنبياء ها قبله، لأن النبوة مثل ما قلنا أمس، ربنا أكرمنا بأننا أولاد آدم، ما إحنا أولاد القردة والخنازير، تعرفونهم؟ يقولون لا تتكلمون عنهم في بلادكم، هذا ممنوع. في ناس وراء القردة والخنازير، في ناس أولاد آدم تكريم. الله عز وجل أكرمنا بالقرآن، أكرمنا بمحمد، إكرام، والله هذا كله تكريم، ترفيع لك، يرفعك الله عز وجل بالقرآن بمحمد وبالصحابة، لأنه محمد اختاره الله والصحابة اختارهم الله، فهم قدوتنا ونحن نتبعهم. هذا كله تكريم. فالتكريم يا عبد الله في هذا كله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول، يقول إنه ما من نبي قبلي، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه، حقا عليه يعني واجب. من أوجبه؟ الله أوجب على من؟ على النبي. كل الأنبياء قال كان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير علمه، وأن يحذرهم من كل شر علمه. الأنبياء فعلوا، ونبينا محمد ها فعل ولا ما فعل؟ إلا أكثر، والله أكثر. الأنبياء فعلوا، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زاد عليهم كثيرا. ماذا فعل؟ والله
علمنا طريق الخير كله وحذرنا من كل شر. ما في شر علمه إلا حذرنا. فالتحذير موجود يا أخوان. إذن الدواء موجود، الدواء موجود. ثم قال حديث عظيم، قال: وإن أمتكم هذه، هذه الأمة آخر الأمم، جعل الله عافيتها في أولها. الله، اللي هو عصر من؟ الصحابة. الأمة هذه العافية، وش ضد العافية عندكم؟ الصغر. ها، المرض ولا لا؟ عندنا المرض يقابل العافية، والعافية تقابل إيش؟ قابل المرض. يقولون في المغرب لا تقول عافية معناها النار، لا، العافية عندنا معناها الشفاء ولا لا؟ يقولون يعني المغاربة لما تقول الله يعطيك العافية يقولون يزعل. صحيح الكلام؟ وين المغاربة؟ ما في مغربي؟ مغرب تونس. ها، تقولون الله يعطيك العافية؟ ما عارف الله. والله سمعنا واحنا من يومها ما عاد نقولها للمغربي. ها، المغربي تقول الله يعطيك العافية يزعل. احنا عندنا الله يعطيك العافية اعظم دعاء تدعو به لأحد. ها، ترى النبي صلى الله عليه وسلم طلب العافية ولا لا؟ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يعني عافيتنا مو عافيتكم. نحن نتكلم العافية ضد المرض. نعم. The Sheikh said, in reality, if we believe that we are ill. طلعتنا يا شيخ، ما خلتني حتى نكمل الحديث يا شيخ. The Sheikh said, in reality, if we believe that we are ill, and then we go and look for the illness, Allah subhanahu wa ta'ala will cure us from our problems. Sheikh said, إِيَّاكَ أَن تُسِيءَ ظَنَّكَ. Be aware and stay away from having bad assumptions of Allah subhanahu wa ta'ala, His Messenger and the companions. It isn't that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and never did he mention an illness except he mentioned with it the cure. And the Sahabas radiallahu alayhim ajma'in, they were the best of those who implemented it. They were khayrul tatbiq, they implemented it. Allah subhanahu wa ta'ala, he said in the Quran, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Obey Allah and His Messenger. Allah subhanahu wa ta'ala also said, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Anyone who tries to oppose the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, or tries to be like him. No. Mushaqiq يعني يخالف. Disobey. Anyone who disobeys or contradicts the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, after clear Allah, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. When the matter becomes clear to him, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, and follows other than the path of the believers. لا، صحابة. The Sahabas. Say صحابة. صحابة. Who follow other than the path of the Sahabas. Then the Shaykh went on to say that the khayr, all of it, is in. كمل الآية. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مخالفة النبي ها ومخالفة الصحابة. شوف الوعيد، نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. نوليه ما تولى, we will put to him what he has turned towards. ونصله جهنم, we will make جهنم his abode. وساءت مصيرا, what a bad place to be. الخير كله, all evil, الخير كله good, all good, is hearing and following the sunnah and the sahabas. لذلك the messenger صلى الله عليه وسلم, he said, إنه لم يكن نبي, there was no prophet, إنه لم يكن نبي, that there was no prophet قبلي before me, except it was mandatory upon him that he conveys to his people the good in which he knows, and that he prohibits his people from the evil in which he knows.
ولذلك also the messenger صلى الله عليه وسلم he said وإن أمتكم this ummah their cure is in its first generation the first ones meaning the companions. نعم شيخ قال جعلت عافيتها وين في أولها وسيصيب آخر الأمة يعني بلاء إذن في مرض ولا ما في مرض نحن مرضى ولا ما احنا مرضى إلا والله مرضى قال وسيصيب آخر بلاء ثم ماذا قال قال وأمور تنكرونها كيف ننكرها لنا خلاف تخالف الكتاب المنكر ما هو كل ما خالف الكتاب الحمد لله حمدكم الله وأصلح بالكم جميعا كل ما خالف الكتاب والسنة والصحابة هذا منكر كل شيء يخالف الكتاب والسنة والصحابة منكر قال وأمور تنكرونها كثير ثم قال عليه الصلاة والسلام وتجيء فتن واحدة وراء واحدة فيرقق بعضها بعضا جاءت الفتنة اليوم نقول الله الفتنة اللي كانت أيام أفغانستان خفيفة يرقق بعضها بعضا سبحان الله ثم قال وتجيء الفتنة العظيمة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي ثم تنكشف الفتن راح تزداد يا أخوان وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه أنا ما مت في هذيك سوف أموت في هذه هل نحن شعرنا بهذا؟ لا احنا نقول احنا ما لنا علاقة في بورسعيد ما لنا علاقة في ميدان التحرير لا الفتنة إذا جاءت مثل المرض يعم الأمة والمريض كلما ازداد عليه المرض يقول يمكن بموت الآن ولا لا المفروض أن المريض كلما حل به مرض استشعر إيش أنه سيموت فيلجأ إلى الله عز وجل احنا تجي الفتن هذه الفتن مرض لكن ما في شعور لذلك ما نلجأ إلى الله ما نبحث عن الدواء خلاص نقول راحت ولا والله سؤال واحد إذا الملائكة نزلت في ميدان التحرير عشان مرسي ما يمكن قوة في الأرض تشيل مرسي واضحة ولا ما هي واضحة الملائكة إذا نزلت ها الأمر انتهى طب الملائكة نزلت ومرسي جاء جلس وحسني راح ومرسي أيضا راح مثل ما حسني ترك الكرسي مرسي أيضا ترك الكرسي يا شيخ وين الملائكة وين السيوف البيضاء ما في خلاص نسينا ننسى وإلا الأمر غاية في الوضوح يا أخوان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله إيش وصف للمرض وين العلاج اسمع العلاج قال فمن أحب يعني يا أيها المسلمون يا أيها المؤمنون من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة تبون الجنة ولا ما تبون اللهم نعم يجنبنا من النار ولا ما يجي اللهم نعم نعم نعوذ بك من النار ونسألك الجنة النبي قال إذا حبيت الجنة تدخلها والنار تبتعد عنها قال فلتأته منيته وهو اسمع العلاج الآن هذا العلاج قال وهو يؤمن بالله واليوم الآخر نمبر ون إيش العلاج الأول ما هو إيمان الحق بالله وباليوم الآخر نشرحها بعدين وأما وليأتي الناس يعني يعامل الناس الذي يحب أن يؤتى إليه الله أكبر هذه نمبر 2 نمبر 1 إيش إيمان بالله
واليوم الآخر. نمبر 2، ها، تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، قاعدة. ثم قال الثالثة، نمبر 3، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع وإن جاء آخر. شوف الحديث، عندكم إمام، عندكم حاكم، السمع والطاعة. طيب جاء حاكم آخر أحسن منه، جاء حاكم ثاني يحفظ القرآن، ها يقولون كذا ولا لا؟ يقولون يصلي الفجر في الجماعة ويحفظ القرآن. لا، وزوجته حافظ القرآن. الله أكبر، كبروا. هو حافظ القرآن، زوجته تحفظ القرآن، بنته تحفظ القرآن. النبي ماذا يقول؟ قال عندك حاكم يحكم وأنت تحت، أنت من الرعية، أنت المحكوم. إذا نسمع وأطع. طيب ولو جاء الآخر اللي أفضل منه، ها إيش قال النبي؟ قال فاضربوا عنق الآخر، مو الأول، اضربوا عنق الآخر. إحنا لا، كلنا قمنا مع الثاني ضد الأول. شفتوا الدواء؟ الدواء وين؟ 3. هذا الحديث يا أخوان رواه مسلم، حتى لا تقولوا حديث مسلم. تعرفون مسلم يعني شنو؟ ها، أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله والبخاري، يعني نمبر 3 في الدنيا يا شيخ، قرآن، بخاري، مسلم يا شيخ. يقول النووي رحمه الله: لو أن رجلا أقسم يمينا أن كل ما في البخاري ومسلم قاله رسول الله لا يحنث أبدا. الرسول قال 3: إيمان بالله واليوم الآخر، نمبر 2 معاملات، أخلاق، سلوك مع الناس، نمبر 3 السمع والطاعة. وإذا جاء واحد جديد حافظ قرآن، يا شيخ لو حافظ القرآن والتوراة والإنجيل، والله ليش؟ لماذا؟ ليش أنا أقول هذا الكلام؟ لأنه ننخدع إذا قالوا فلان حافظ القرآن، يعني كأنه خلاص ملائكة. لا يا شيخ، ربنا عز وجل علمنا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أدبنا، والصحابة رضي الله تعالى أدبونا مع من؟ مع حفاظ القرآن. أول من خرج على الإمام من؟ خرجوا على علي، من هم؟ ها؟ عبد الله بن وهب الراسي، حرقوس بن زهير الأسلم، مرداس بن حدين. يا شيخ حفاظ للقرآن، جبال في حفظ القرآن، وجبال في الصلاة وقيام الليل، والله حفاظ للقرآن. والنبي إيش يقول؟ اقتلوهم. يا رسول الله قرآن اقتل، لكن تأدبنا نحن؟ الصحابة تأدبوا، احنا ما تأدبنا. شفتم الفرق؟ The Sheikh finished off the hadith. He said, and it will afflict the later generation to come. So the first part of the hadith was, إِنَّ أُمَّتَكُمْ, this generation, the first of its generation, عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا, its cure is in the beginning, the first generation. Generation يعني أمة؟ جيل. أمة شيخ، أمة كل الأجيال إلى قيام الساعة. Nation. أمة محمد. And this ummah, its cure is in its first ones, the companions. And the last ones to come,
وسيصيب آخرهم. The last generation it will afflict them بلاء, pain and agony and مشاكل, corruption وأمور أمتنز تنكروا لها that you reject. And the Sheikh said, وتجيء فتنة, a fitna, or the Prophet ﷺ said, and there would come a fitna that will make the one that was before it small. And then a fitna will come and the believer would say, this is my destruction. This is my destruction. So the Shaykh, when he was explaining the part, وَأُمُورُ تُنْكِرُونَهَا, he said, is خِلَافُ الْكِتَابِ, it's opposition to the Kitab of Allah. The matters in which we're going to, is the Kitab of Allah and the Sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, the Sahabis. Then the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, there will come a fitna that the believer will say, this is my destruction. This is my destruction. The Shaykh said, what happened in Egypt, if the angels were to come down, the matter would actually finish. It would come to an end. Mursi would stay in his position. But it's a lie. Where's the angels? Where are the swords and that which we saw? The Messenger sallallahu alayhi wa sallam here, he gave us the cure. He said, anyone who wants to enter Jannah and to be distanced from the hellfire, not to be entered the hellfire, فَلْتَأْتِي مَنِيَّتُهُ, let death come to him. المَنِيَّ يَعْنِ الْمُوتِ صح؟ نعم. Let death come to him. وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, in a state of iman, he believes in Allah and the Day of Judgment. And let him come to the people that which he loves to be brought to him, to be done to him. And if a ruler is placed over you, becomes a ruler for you, and you give him your hand, pledge of allegiance. لما يلزم أنا خاف يفكرون إنه لازم أنا بايع. لا ما يبايع إلا أهل الحل والعقد. الأمة كلها ما يمكن تبايع. لكن تلزم البيعة. To treat the people the way you love to be treated. And if a ruler is placed over you and you give him a pledge of allegiance, or a pledge of allegiance is given to him, anyone who goes against him from after that and tries to fight against him, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, kill him. That does not fadribu unuqa. It doesn't matter who this person is. Doesn't matter. And now we hear that the person has memorized the Quran, he knows the Quran, he knows this, it doesn't matter. لِذَلِكَ those who opposed Ali ibn Abi Talib, from them were those who had memorized the Quran, who knew the Quran. أكثر فساق أمتي قراؤها اللي حافظين القرآن القارئ يعني الحافظ القرآن ومثل ما قلنا الخوارج كلهم حفاظ للقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوهم ها حيث وجدتموهم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يعني يحفظون القرآن تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم تحقرون صيامكم إلى صيامهم صوام قوام صلاة الليل حفاظ القرآن وبعدين النبي وش يقول اقتلوهم ليه لأنهم جاءوا قالوا حنا أفضل من علي. So the Sheikh explained. حكم good. So the Sheikh has explained that this characteristics of the Khawarij is that they pray, they recite the Quran, they know the Quran, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that one of you will belittle your salah to their salah, and their fasting to your fasting. So the people are fasting, and the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said alayhi salatu wasalam that he will kill them alayhi salatu wasalam. And these were the people who had that Quran, the salah, and the sawmin, and everything who went against Ali ibn Abi Talib. And the hadith that we narrated, the Sheikh said Imam Muslim narrated it. And Imam Muslim is the third most authentic book after the Book of Allah and Sahih al-Bukhari. And Imam al-Nawawi rahimahullah, if he said, if I swore, or if a person swore, that there is no hadith except authentic hadith in Bukhari and Muslim, that person would not have broken his oath. He would not have to break his oath. Nah. If
الشاهد يا أخوان لا نغتر بمثل هذه الأوصاف ولا تؤثر فينا هذه الشعارات، لكن الشعارات تؤثر. قالوا مرسي حافظ القرآن، حسني محافظ القرآن، زوجته حافظ القرآن وزوجة ثاني ما هي بحافظ، إيش نعني الخوارج أكثر حفظا للقرآن، وجاء الأمر بقتلهم وقتالهم. فالشاهد المرض موجود والدواء موجود، لكن ها المريض لا يمد يده إلى الدواء، فالبلاء عظيم. يقولون الأخوان عندهم أسئلة، تتركون وقت للأسئلة؟ لسا ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عنق كائن مكان، العنق الآخر نعم. يقول اتركوا لهم مجال الأسئلة. يا شيخ أنا أحب الأسئلة. لا أنا ما أعرف، عندكم أسئلة؟ تفضل. السؤال يا شيخ، يعني لو حال الأمة، لو حكامنا ظلمة وفصار وكفرة، يعني نعيش نطيع أمورهم طول عمرنا، يعني نعيش تحت أمورهم هم، نعيش وقت يعني ما نتحركوش ما نضربوش حريتنا لأن كذا، نعيش تحت الحكام الفصار، يعني الله بيك حكام المسلمين اللي توا في العالم العربي ما يحكموش بما أنزل الله، هم حكام يعني بعيدة منهم الدين والشريعة وأي شيء تشوف فيه، نعيش طول حياتنا تحت. هذا موضوعنا، هذا موضوعنا، بس أسئلة عما مضى، وهذا إن شاء الله كله سيأتي بإذن الله. نعم هذا موضوعنا. كما تحبون. سؤال ثاني يا شيخ بالله، عندك تو مثلا لا إله إلا الله، أنت قلت اللي صار في أفغانستان هذه الحق آيات الرحمن في جهاد الأفغان، فبهشين الحل مطبوع يعني مطبوع الكتاب، الكتاب طبعوه نشروه ووزعوه بالمجان يا شيخ. سبحان الله، والله كان يوزع عند أبواب المساجد عندنا، خذ 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 الكتاب، خذ الكتاب. طب أنت قلت ذكرت أن السوفيات كانوا ضد، الحمد لله ما أخذناه بالمجان وما أخذناه. أنت قلت العرب يعني المسلمين اجتمعوا ضد السوفيات، فيعني لما واحد يعني بياخذ بمنهج السلف الصالح في حقبة زي هذه، شنو يعني اللي انت قلت يعني الفتنة لما تجي تعم الناس كلها، فكل واحد ضروري يعني يساهم هو او يدير اللي عليه مثلا. اي نعم، لكن ما تنسى القواعد، لا تصدق انه الملائكة نزلت في افغانستان. طبعا طبعا طبعا، بس قصدي كيف الناس يعني تشوف الملائكة، المسلم كيف يتصرف يعني، ها المسلم كيف يتصرف، ايش تعمل في افغانستان؟ يعني هذا العلاج، هذا العلاج اللي قلناه. لا ما فهمتش قصدي. يعني في الأزمة هذيك كيف الواحد يتصرف، يعني مثلا نقول إذا كنت أنا من سكان أفغانستان، أيوه مثلا، هل يعني نحارب مع السوفيات مثلا؟ يحارب ضد السوفيات مو مع السوفيات، ضد السوفيات. ها إيه، بس أنت قلت إن هادو اللي كانوا يحاربوا يعني مثلا فيهم ضلال مثلا، مش عارف، فنبو تفسير. لا شك لما يتولى المسألة الجماعات الإسلامية تفسد يا شيخ. الجهاد في أوله كان جهادا صحيحا، كل العلماء والمشايخ أفتوا. شيخنا الشيخ ربيع بن هادي راح أفغانستان، تعرف ولا ما تعرف؟ الشيخ أبو بكر الجزائري راح، شيمة كبير في السر راحوا أفغانستان، راحوا، لكن لما شافوا يا شيخ، لأنه في الأخير جات الجماعة الإسلامية تبغى تستلم إيش المسألة يا شيخ، وفسدت. من يوم تدخل الجماعات الإسلامية السياسية الأمر يفسد. هنا ابتعد، لابد تشوف. والابتعاد كيف يكون يعني؟ هل يعني اتركهم، اتركهم، ما يريدون إلا الكرسي يا شيخ، ما يريدون إلا الكرسي. احنا ما نساعد اللي يبغى الكرسي يا شيخ، مو عندنا واحد جالس على الكرسي، نجيب الثاني ليه؟ تبي تقولون مرسي؟
لو الملائكة كانت مع مرسي والله ما حد يقدر يشيل مرسي. وأي ملائكة يا شيخ؟ مرسي في اليوم الأول اللي جلس قال حق أحمد نجاد تفضل عندنا. أحمد نجاد وحكام إيران لأول مرة يدخلون مصر يا شيخ، ودخلوا الأزهر وتكلموا، ألقى خطاب بالإيراني وقال راح نعيد أمجاد وآثار الفاطميين ونصرف على ننفق عليها الأموال كلها. يا شيخ بيرجعوا التشيع إلى مصر يا شيخ. يعني يقعد تحت حكم حسني مبارك اللي شارك في ضرب غزة. في ضرب نعم. يقعد المصرية تحت حكم حسني مبارك اللي شارك في ضرب فلسطين، في تدمير فلسطين. أنت تشهد بهذا؟ رأيته؟ واضح العملية واضحة قاعدة. واضحة وين؟ عند من؟ لما قامت وزيرة الخارجية إسرائيل وأعلنت أنها بتضرب غزة من وسط مصر. أي. حضور حسني مبارك ووزراء حسني مبارك. طيب والآن؟ والآن لما ضربوا غزة منين؟ بعد حولوا حسني مرسي. وليش إسرائيل تتخطى غزة وتجي مصر عشان تضرب غزة؟ هذه إسرائيل، هذه غزة، هذه مصر. إسرائيل تجي هنا عشان تضرب هنا، ما هي هنا أقرب. هي ضربت فلسطين، ضربت غزة إسرائيل. طيب إسرائيل مع غزة، جب غزة هكذا. هي أعلنت من مصر. ها؟ هي أعلنت من مصر. يعني هم موافقة من مصر. ما في كلام. مصر وغير مصر كلهم يقدر حد يتكلم ضد إسرائيل؟ ما حد يقدر يتكلم ضد إسرائيل. ليه؟ مرض. أنت مريض، ما تقدر اليوم تقف ضد إسرائيل يا شيخ. ما نعيش ونعاش يعني طول حياتنا، يعني نعيش ونعاش نصحح، نعالج المرض، نعالج المرض. والله إذا ما عالجنا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تتداعى عليكم الأمم، تتداعى عليكم الأمم. لماذا؟ قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. قال إذا رضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا، يعني أذل الخلق يجون علينا يا شيخ. وهذا اللي حاصل اليوم. ومن يعني هذا السبب؟ يعني هو حكام المسلمين والمسلمون. هذه المشكلة. احنا نقول المرض في الحكام، والحكام مش يقولون المرض المرض فينا كلنا يا شيخ. كما تكونوا يولى عليكم. والله لو عالجنا انفسنا، يعني امراض كبير، كلنا مرضى يجب ان نتعالج. لكن مصيبتنا ما يقول انا مريض، يقول ايش؟ الحاكم مريض، الحاكم سرقنا واحنا كلنا سراقين. لكن ما نشوف السرقة اللي حنا فيها، ما نشوف الخطأ اللي حنا فيه، ما نشوف البعد عن الدين اللي حنا فيه. نقول الحاكم بعيد عن الدين. الحاكم مع الشعب هو يبعده، والعلماء كما تكونوا يولى عليكم. والله ما انت ارجع الى دينك. وش النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ قال اصبر على امراض الحكام، اصبر فان الامر قريب. كيف الامر قريب؟ قال يهلكه الله، يبدل الله من حال الى كلها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا اخوان العلاج كله مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا لا نرى انه احنا مرضى. كلنا يقول المريض ايش؟ الحاكم. الحكام سرقونا، الحكام عبثوا بنا، الحكام خونا. يا شيخ نحن خنا كتاب الله، نحن خنا رسول الله، نحن خنا الصحابة. أبعد ما نكون احنا عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله عز وجل. يجب أن نعرف أن المرض فينا، المرض في، لكن ما حد يحب يقول ليش أنا المريض، غيري مريض، أنا لا، أنا قد تفضل. تفضل. My question is about those country established is democracy. False democracy is CSC established, and they ruling by against of Quran and Hadith. How can you change this government? They will. اشرح لي السؤال. يقولون الدول التي تحاكم الديمقراطية لا يحكمون بما أنزل الله، كيف نغير
احنا نغيرهم؟ احنا نغير نفسنا يا شيخ. احنا ما لنا علاقه بالدول اللي برا. لا دول الاسلاميه. اي If they want, if somebody is a Muslim, those followers of Sharia, if they want to change this is a Zalim government ruling, and if they give this life, they do not Shaheed. Okay, sorry, what's your question? One by one. What's your question? My question is, those government is democracy. False democracy. Muslim governments or non-Muslim governments? Name Muslim, Muslim but not follow Quran and Muslim Quran. Governments or non-Muslim governments? Not Muslim, but they Muslim. But they follow is non-Muslim. Are they Muslim or non-Muslim? No Muslim. They are Muslim. Yeah. Okay, Muslim government. Okay. Muslim government, but they all time ruling by against of Islam. But Muslim government. Yeah. Against of Islam. No, but Muslim. I say it already. But against of rules, he cutting. He removed Bismillah from constitution. How to change this commandment? Okay, good question. If changing time give anybody life, this is shaheed. Okay, good question. هو يقول الآن عندنا حكام مسلمين لكن لا يحكمون بما أنزل الله. فمثلا ينزع كلمة بسم الله من القانون. كيف نغير من القانون؟ نعم. يعني الدستور ينزع كلمة بسم الله مثلا. كيف نغير هؤلاء حكام؟ هذا السؤال. يعني حكام مسلمين لا يحكمون بالإسلام. نعم. كيف نغيرهم؟ هل نحن في بيوتنا، في شوارعنا، في أسواقنا، في بيعنا، في شرائنا، في تربية الأولاد طبقنا الإسلام؟ طيب الشيخ سعيد. اسمع يا جماعة اسمع. Let me translate. The Sheikh said, okay, the rulers they're not implementing the Islam. Do we as the subjects, as the citizens, in our house, are we implementing Islam? Upon our children, are we implementing Islam? In our buying and selling, are we implementing Islam? In our trading, in our own schools, our own institutes, are we implementing Islam? If I want to do, change this system, is make one madrasa established, and I want to change this society, government all time do, against about في بيتك اولا في بيتك فاسم تدخل في بيتك في زوجتك في ولدك في اهلك في اخلاقك system not change not can to change my house you can't change your house والله كيف education system already against the sheikh said your wife your family your child inside your house where there's nobody apart from you are we our subjects I know and I want to be like the all people no ya sheikh be what quran sunnah sahaba say to you in your house اولا in the house اللي بعد الحاكم يدخل في بيتك ويغير هم داخل we're saying first before the madrasa خلي المدرسة before madrasa the house البيت inside your own house implement Islam in your house first إذا البيوت كلها صارت مسلمة المدرسة بتصير مسلمة أنا بسألك سؤال. I'm going to ask you a question. النبي محمد عليه الصلاة والسلام. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. لما جاء إلى مكة. When he came to Mecca. اللي كانوا حكام وش كانوا؟ The حكام, the rulers who were there, who were they? عباد أصنام. They were the worshippers of the idols. داخل الكعبة، فوق الكعبة، حول الكعبة كله أصنام. Inside the Kaaba, over the Kaaba, outside the Kaaba, all around the Kaaba, idols. Now, does Muhammad صلى الله عليه وسلم begin with that? Did the Prophet begin in house? Did the Prophet صلى الله عليه وسلم begin with changing all of that and the institutions and the idols, or did he begin in his house? He knows. جاوب على السؤال. Answer the question. Answer the question. What did he begin with? 13 years النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. 13 years. والكعبة كلها أصنام. والله ما غير صنما واحدا. 13 years the Prophet صلى الله عليه وسلم. بدأ بماذا؟ He didn't change a single idol. بيته. His own house. In house. 13 years in Mecca, he didn't change one single idol around the Kaaba. He started with his own house. إحنا الآن جالسين شبعانين. So now we sit here. رويانين. نبي نغير الحاكم. The Sheikh said. ابدأ بنفسك. ابدأ بنفسك. The Sheikh said that look at us now. We're sitting in our houses, full in comfort. And what do we want to do? We want to change the whole state. Or the whole institution. First, begin with yourself.
Can I just say one thing? Now, Rasulullah started this dawa to his family. His family was ruler of Mecca, ruling of Mecca, responsible for his family. He started first to against of rulers. Musa alayhisalam going to Pharaoh, but invite to Kalima. We need to Kalima invite. Rahak Pharaoh to change or to advise. Allah. If it Musa went to Pharaoh to change or to advise. Ya Sheikh, advice. Because he is one of the house of Pharaoh. Ya Sheikh, he is one of the house of Pharaoh. Let me explain this point to you, brother. Yes. What the Sheikh said, let me translate. You said that Musa alayhi salam, he went straight away to the Pharaoh in order to attack him. Right? And change him. The Sheikh said, Musa alayhi salam, when he went to the Pharaoh, did he go to attack him or did he go to advise him? He went to advise him. Why? Because he was from the house of Pharaoh. He grew up in the house of Pharaoh. When Musa alayhi salam went to Pharaoh, did he take his kursi away, his authority and his chair away? He didn't go for this. He didn't go to change. He went to advise. Naam. Somebody advised. Then now we ربنا الله عز وجل وش قال؟ قال اذهبا الى فرعون فقولا له قولا لينا when our lord لعله يتذكر او يخشى قولا لينا ما في سحب الكرسي والله القران واضح موسى ابراهيم all of them قولا لينا advice Inshallah, brothers, inshallah, we're going to have a break now. Till Maghrib.